السلام عليكم. اليوم حابين نحكي لكم عن تجربتنا في دراسة اللغة الصينية. زي ما بتعرفوا أنا بدرس دكتوراه محاسبة باللغة الإنجليزية، لكن لابد من تعلم اللغة الصينية لحتى الواحد يتواصل مع الناس في المجتمع لأنهم لا يتكلمون اللغة الإنجليزية. مرحبا مرة ثانية. الفيديو الماضي أنا عرفت شوي عن تجربتي باللغة الصينية، حاليا راح نحكي شوي عن صعوبات تعلم اللغة الصينية وقديش بدك وقت تتعلم اللغة الصينية. نحن بندرس مثل ما قال أيمن، نحن بندرس بالإنجليزي، بس نحن بندرس اللغة الصينية لنقدر نتواصل مع الناس، ويعني هي شيء مهم كثير بالنسبة لنا لنعيش هون بالصين. صحيح، وهي لتسهيل حياتك بالصين. انت يعني عايش في النهاية 4 5 سنوات بالصين، فلا بد يعني من تعلم اللغة لحتى تسهل امورك وحياتك. فاجبتني اسئلة كثير على قناة اليوتيوب، منها سؤال: هل قراءة وكتابة اللغة الصينية صعب؟ وهل يمكن اتقان اللغة تحدثا وكتابة بسنة واحدة؟ بداية لحتى اجاوب عن السؤال المطروح، لازم نحكي عن تركيبة اللغة الصينية أو تركيبة الكلمة الواحدة باللغة الصينية. احنا مثلا راح نضرب مثال عن كلمة ني اللي معناها أنت، يمكن أول كلمة بتتعلمها باللغة الصينية. المقطع أو الكلمة باللغة الصينية بتألف من 3 أجزاء، الجزء الأول هو المقطع الأولي، وعندنا المقطع النهائي والمقطع الصوتي. فالمقطع الأول هو حرف الـ N، المقطع النهائي هو حرف الـ I، والتونز اللي هي التونز رقم 3 بالتونز اللي احنا عندنا 4. في عندنا اللي هو الإيشان، الحركة الأولى، آرشان، سانشان، صيشان. أول صعوبة باللغة الصينية هي موضوع الصوتيات باللغة الصينية. فبدي أجيب لكم مثال بسيط، مدى التشابه بالجمل والصعوبات اللي احنا بنمر فيها بتمييز الصوتيات. مثلا لما أحكي لكم أنا جونجو جونجو وين تاي نانلا وودا شو تون لا. لانه هلا هون ايمن حكى جملتين في تشابه بالصوت بيناتهم بس المعنى مختلف تماما. فالصعوبه الاولى هي موضوع اختلاف الصوتيات بدل اختلاف الكلمه والمعنى. مثلا عندنا هون مثال من الكتاب اللي تبع المبتدئ، في اختلاف التونز اللي هو با با اللي هي رقم 8، عندنا با اللي هي هون يزرع، كمان عندنا با اللي هي يقدم او يعطي، عندنا با اللي هي باوة. فهون اي بس اختلاف التونز او الصوتيات تؤدي الى اختلاف المعنى بشكل كامل. هاي اول وحده من الصعوبات اللي بتواجهك عن دراسه اللغه الصينيه. وكيفيه الكتابه، احيانا بنجد باللغه الصينيه كلمات بتتشابه في كتابه الخمزه او الرمز، لكن المعاني بتكون مختلفه كليا. عندنا كلمه ماني تشيان تشيان، كمان عندنا كلمه انا و، كمان عندنا كلمة يبحث أو جاو. هذول متشابهين ككتابة، ما من كثير بنلاحظ كثير فرق بيناتهم بالكتابة، بس طبعا كل وحدة لها معنى مختلف كليا. تمام. وأصعب كلمة من حيث الكتابة مشهورة جدا جدا بالصين اللي هي كلمة بيانغ بيانغ، اللي هي معناتها طبق نودلز. هاي أكلة مشهورة موجودة في مدينة اسمها شانسي جنوب الصين. صعوبة رقم 3 اللي هي لا يوجد أبجدية باللغة الصينية. تماما، يعني اللغة الصينية تعتمد على الكاركتر، وكل كاركتر هو كلمة لحاله. فأنت حتى تتعلم أكثر لازم تتعلم كاركترز أكثر، ما مثل اللغة الإنجليزية 26 حرف أو اللغة العربية 28 حرف وبتجمع كلمات، لا ما مثل هي. فمثلا عندنا كمان عندنا موضوع كتابة الكلمات باللغة الصينية، مثل ما بنشوف كلمة آن اللي هي معناتها سيف أو كويت. فهي طريقة الكتابة من الأعلى إلى الأسفل ومن اليسار إلى اليمين، هي طريقة كتابة الكلمات. كمان في عندنا صعوبة كتابة الكلمة بحد ذاتها. بعض الكاركترز مش كلياتها بكون في لها قصة لكتابتها أو لها معنى. تمام، هذا الشيء لأنه مستمد من التاريخ الصيني القديم، كانوا يعبروا بالرسوم لما كانوا
ما في كتابة، فيعبروا بالرسوم. فمن هون اجت الكاركترز الصيني. قصة هذا الكاركتر انه كلمة آن سيف، انه هذا بيمثل بيت، والمقطع اللي تحت بيمثل الأنثى. فوجود الأنثى بالبيت يعني سيف، يعني بيكون البيت آمن. هو المقطع هذا الموجود السفلي اللي هو كلمة ميول، ميول هي امرأة معناها، الكاركتر هذا معناته لحاله امرأة، لكن مع وجود السقف هذا بيتغير المعنى كليا. الصعوبة رقم 4 اللي هو كيفية التعرف على معنى الخنزة وكيفية نطقها. بعض الأحيان أنت بتكون ماشي بالشارع بتشوف علامة معينة أو قرنة معينة بكون مكتوب عليها خنزات، لكن انت ما بتعرف تنطقها وما بتعرف البنيان تبعها. فبالحالة هاي احنا بنستخدم الجوال. انت اذا بدك تترجم كلمة شفتها بالطريق، فانت ما يعني ما فينك تكتبها الا كتابة، لانه انت ما بتعرف كيف تنطقها اصلا. فلازم تكتبها او تصورها، يعني تعملها سكان حتى تقدر تترجمها وتعرف شو معناها. في بعض البرامج احنا بنستخدمها اللي زي برنامج شو خاردين، وفي برنامج ثاني بستخدمه انا بليكو. هذا بعطيك ميزات كثيره، ممكن ترسم الخنزه على جوالك فبيطلع لك البنيان والمعنى، وفي كمان انه ممكن تعمل سكان للخنزه فبيطلع لك البنيان تبعها. هذا بسهل حياتنا كثير بالصين. تمام، واذا انت عندك كمان كلمه انجليزي حابب تترجمها للصيني هو هذا كمان صحيح. الان في النهايه احنا حابين نعمل لكم مقارنه لحتى نوضح لكم الصورة أكثر، مقارنة بين اللغة الإنجليزية واللغة الصينية من حيث الصعوبة. يعني مثلا عنا ناخذ كلمة dog بالكلمة باللغة الإنجليزية، نحن بس نعرف الأحرف بنعرف الكلمة، بينما باللغة الصينية لازم تعرف ثلاث شغلات، لازم تعرف الكاركتر الصيني لما تشوفه، كمان لازم تعرف كيف ينكتب، وكمان لازم تعرف كيف ينلفظ. اللي مثلا كل يراها جو، يعني لازم هالثلاث شغلات تتوفر عندك. سانشن الحركة الثانية، لازم تعرف هالثلاث شغلات حتى تقدر تعرف الكلمة الصينية. الآن بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الفيديو اللي سويناه، وأي تعليق أو أي سؤال استفسار بتحطوه بالكومنتس، وما تنسوا تعملوا لنا شير لايك سبسكرايب.